بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع، باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ: من أعان على خصومة بذل فقد باء بغضب من الله. رواهما أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشروط من الأمير. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، شهادة أرجو بها الزلفى يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا بما وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله، وهو من كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد الأبرار المجد أبي البركات بن تيمية رحمه الله، فقال: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان. هذا الباب كما مر معنا هو من جملة الأبواب التي عقدها المصنف تحت كتاب الأقضية والأحكام. كتاب الأقضية والأحكام، يعني أن هذه الأبواب تتعلق بمسائل القضاء، قضاء بين الناس، والأحكام يعني إصدار الأحكام على الناس، الأحكام التي يصدرها القضاة. ومر معنا 6 أبواب، بمعنى مسائل تتعلق ب هذا الأحكام القضاء وأحكام الأحكام، منها نصب ولاية القضاء والإمارة، ومنها كراهية الحرص على الولاية وطلبها، ومنها أيضا التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها، ومنها كذلك أيضا ولاية المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه. وثم باب تعليق الولاية بالشرط، ثم باب نهي الحاكم عن أخذ الرشوة ولعن الراشي والمرتشي والرائش. هذه المسائل التي سبقت هذا الباب ما يتعلق بأحكام القضاء.
وذكرنا فيما سبق يعني نربط الحاضر بالماضي، ذكرنا معنى القضاء في اللغة وفي الاصطلاح، وكذلك معنى الحكم، وأن لفظ القضاء في اللغة وفي الاصطلاح أيضا هو يعني ترجع إلى الإلزام وإلى فصل خصومات، وأصل القضاء في اللغة من الإحكام، إحكام الشيء، وأيضا بمعنى الفرغ منه، وكذلك أيضا يعني تأتي بمعنى كذلك أيضا قضى، يعني قضى الدين، وقضى بمعنى مات. كل هذه يسميها العلماء، هذا من باب المشترك، من باب المشترك، لكن الحقيقة كلها ترجع إلى معنى واحد، يعني قضى بمعنى مضى، وقضى بمعنى مات، وقضى بمعنى قضى دينه، وقضى بمعنى ألزم، وقضى بمعنى فرغ، كلها ترجع إلى 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 مرد واحد، وهو إتمام الشيء والانتهاء منه، إتمام الشيء والانتهاء منه قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. ولهذا كل من أحكم عمله وأداه على وجهه على جهة الكمال والتمام فيصدق عليه أنه قضى، فهذا كله سبق الكلام عليه. والأحكام طبعا من أحكام الشيء بمعنى أيضا كذلك بمعنى ضبطه والإمساك به، أبان حنيفة أحكموا سفاعكم، يعني اضبطوهم. وهذا الباب في من مسائل القضاء، قال الشيخ رحمه الله: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان، بمعنى أن القاضي يحتاج إلى وكلاء وإلى أعوان وإلى كتبة، معلوم هذا. والشيخ هنا يقول أنه لابد أن يكونوا أمناء، بمعنى يقومون المسؤولية على وجهها، ولا سيما أنهم يعني أن الأمر أو أن وظائفهم وشؤونهم تتعلق بحقوق الناس، ويعني والناس كما تعلمون لهم مذاهبهم ولهم مداخلهم ولهم يعني حرصهم صلى الله عليه وسلم على أن ينالوا ما يريدون بحق أو غير حق، ويستعملون في ذلك ما يشاءون، ومن ذلك الحرص على الدخول على المتعلقين بالقاضي من الموظفين ومن الكتبة ومن النواب ومن الأعوان، أعوان القضاة بأنواعهم ووكلائهم إلى آخره. فالشيخ يقول لابد أن يكون في هذا اعتماد الأمانة، والأمانة كما مر معنا في أكثر مناسبة أنها مطلوبة في كل شيء، ولا سيما في عقد الأعمال، ولهذا في الآية الكريمة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد في المسؤول، سواء كانت مسؤولية صغيرة أو كبيرة، لا بد أن يجمع بين القوة والأمانة. القوة تتعلق بالخبرة والتخصص وإحسان العمل الذي يقوم به، إن كان معلما، إن كان قاضيا، إن كان موظفا، إن كان تاجرا، إن كان مديرا، إن كان مسؤولا، إن كان، لا بد يكون قوي، بمعنى يكون مختص وذو خبرة بما يقوم به وما يوكل إليه. أمين تتعلق بالضمير، تتعلق بالديانة، أحيانا قد يكون قوي لكن غير أمين، وقد يكون أمين لكن ضعيف، ما عنده يعني ما عنده خبره وما عنده حتى قوه شخصيه، وهو امين ودين وخير وصالح لكنه ما لا يحسن ان يقوم بالمهمه. لا بد في المسؤول ان يكون قويا وان يكون امينا. ومعلوم ان ان ان, أن الوظائف تختلف، يعني هذا لا يعني انه ان ان القوي الامين، يعني احيانا قد يكون قوي امين يعني
وظيفة معينة تتطلب نوع من القوة والأمانة، ووظيفة أخرى تتطلب نوع آخر من القوة والأمانة. ولهذا بعض الناس تجده يكون في الموقع الفلاني يحسن، وإذا نقل مكان آخر ما أحسن، وإن كان قوي وإن كان أمينا. يعني أيضا تتعلق هذه بأمور كثيرة، اعتبارات كثيرة، سواء النفسية أو التخصص أو طبيعة ما يحسنه المسؤول وما لا يحسنه. المقصود أن الشيخ هنا يقول لابد في وكلاء القاضي وأعوانه ومن يعمل معه لابد أن يكون أمناء، يعني لا يكون خونة ولا كذبة ولا يدخلهم الناس. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. الحديث الروايتان عند أبي داود وغيره طبعا، وعند ابن ماجه وغيره، وإن كان في سنده ضعف لكن لا شك أن معناه صحيح وتدل عليه، تشهد له الأدلة. من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. إذن عندنا خصومة. الخصومة هي في أصلها طبعا اللجاج، خصومة اللجاج بمعنى رفع الصوت والتداخل في الكلام بين المتخاصمين، وغالبا يعني ترتفع الأصوات من أجل إثبات حق أو نفيه، فالإنسان يرفع صوته أحيانا لأنه يطالب بحق، وأحيانا قد لا يكون يعني، لكن بعض الناس عنده لجاجة وعنده يعني طول لسان وإن كان وإن لم يكن محقا، وكل هذا يطلق عليه خصومة. تخاصم هو رفع الصوت في المطالبات، الخصومة هو رفع الصوت واللجاج في المطالبات بحق أو بغير حق، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون لا ردة فعل أو رد على آخر. والعقوبة التي في الحديث لم يزل في سخط الله أو فقد بغضب من الله، هذه الخصومة التي تستحق العقوبة بشرطين: أولا أن تكون في باطل، لأنه إذا خصم في حقنا ما في إشكال، من حقه يطالب بحقه، والحق لا شك أنه يعني يجعل صاحبه طويل اللسان وهذا من حقه، لكن النهي هنا عن أن يخاصم في باطل. طبعا باطل بمعنى يعلم أنه باطل، لأنه إذا خاصم وهو لا يعلم أنه باطل يظن أنه على حق، هذا لا تدخل العقوبة، هذا مش يعني يظن أنه على حق ويخاصم وهو لا يعلم أنه على باطل، هذا لا لا لا, لا, لا مجتهد، وإن كان ليس له حق لكنه لا لكن يظن أنه على حق، فهذا لا يناله الوعيد في قوله لم يزل في سخط الله حتى ينزع، وفي قوله فقد باء بغضب من الله. إنما الذي يخاصم في باطل بمعنى يعلم أنه على باطل صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير مع الأسف، كثير بعض الناس أنه يعني يحاول أن ينال شيئا لا يستحقه، وينازع ويذهب المحكمة ويذهب أمام القضاء، وقد يحلف صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة، وقد يستشهد شهادة زور صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني، الرواية الثانية: من أعان على خصومة. إذا عندنا من خاصم وعندنا من أعان، وهذا هو الشاهد للترجمة في أمناء الوكلاء وأعوانه. فمن أعان على على على, على خصومة يعني بمعنى أنه إما يشهد زور نسأل الله السلامة، أو حتى أحيانا بعض المحامين حينما يحامي عن باطل مجرد أنه يعني يتفاوض مع أحد الطرفين وبمبلغ معين ويترافع عنه، لا يجوز للمحامي إذا كان يعلم أن هذه
الدعوى المقدمة أمامه أن 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 صاحبها مبطلا، أن صاحبها مبطل وليس محقا، فلا يجوز له أن يترافع أبدا. إنما على والله يقول ولا تكن للخائن خصيمة، فلا يجوز أن يخاصم الباطل ولا أن يعين على باطل، فضلا أن يشهد نسأل الله السلامة أو يكتب أو يوقع. ولهذا قال من أعان على خصومة بظلم، أما إذا كان بحق لا، ينبغي أن تقف مع أخيك، فإذا أنت على أخيك بحق فهذا مطلوب، هذا من التعاون على البر والتقوى، إنما الكلام التعاون على الإثم والعدوان. جاء في رواية عند الطبراني من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام، قد خرج. هذا حديث وعيد طبعا، لا 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 يعني انه يكفر، انما يعني ان 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 عظم ان خطره عظيم. لكن اما قوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما مظلوما، معلوم ان هذه كلمه كانت في الجاهليه، كلمه في الجاهليه كانوا يقول انصر اخاك ظالما مظلوما، بمعنى ينصر اخاه على ظلم او حق او باطل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم و رشدها، بل هي كلمة قديمة قبل الإسلام، انصر أخاك، هذه طبعا عصبية جاهلية، عصبية جاهلية، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يقول العامة معهم 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 عليهم عليهم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رشد هذه الكلمة فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أن يكون مظلوما أعرف كيف أنصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم. فهذا نصرك له، أن تمنعه من الظلم. وهذا يعني عجيب في كيف أن الإسلام يهذب الناس، وكيف أنه يعني يرشدهم. فنصرك للظالم أن تمنعه، وانظر كيف سماه نصرا، معنى انقذته من الظلم، انقذته من النار، انقذته من الحرام، انقذته من 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 من, من فساد النفس وفساد الطبع. هذا اعظم نصر. وفي حديث انس رضي الله عنه قال ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشروط من الامير. طبعا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون اتخذ في بعض الأحيان من يعينه في مهماته. فهنا يقول إن قيس بن سعد بن معاذ طبعا أنصاري، كان سعد بن عبادة كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشروط، يعني الشرطي. الشرطي طبعا صاحب، هنا صاحب بمعنى رئيس، مثل مقام الرئيس، رئيس الشرطة يسمى صاحب الشرطة، هو رئيس الشرطة يسمى صاحب الشرطة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أحيانا، ليس دائما، مرة معنا اتخذ بوابا واتخذ حارسا، لكنه ليس على شكل منتظم، في بعض الأحيان إذا احتاج، وإلا الأصل أنه عليه الصلاة والسلام هو يعني لا يتخذ حجابا ولا بوابين ولا حراسة إلا في بعض الأحيان، مما يدل على الجواز وعلى المشروعية. وإلا كما المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال اصبري واحتسبي، قالت اليك عني انك لم تصب بمصابي. فلما ولى عليه الصلاه والسلام جاء رجل قال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه الى بيته قال ولم تجد عنده بوابا، فتعتذر قال انما الصبر عند الصدمه الاولى، انما الصبر عند، تعتذر يعني، قال إنما الصبر عند صدمة الأولى. المقصود أنه قال أنها قال ذهبت فلم تجد عند بيته بابا أو بوابا،
لكن احيانا اذا احتاج اما لكثره الناس او للترتيب والتنظيم لا مانع. تعرف لما كان في البير ايضا كان عنده كان بلال ايضا ياذن كانوا يستاذنون فدخل ابو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فاذن له على 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 بلوى تصيبه الى اخره فكان يعني في حارس لكن في بعض الاحيان وليس دائما. وهنا يقول ان قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزله صاحب الشروط من الامير بمعنى انه كان ينظم الداخلين في بعض الاحيان اذا اما اذا كثروا او اذا كان الامر يستدعي مثل ذلك. وطبعا ولها جاء في رواية الترمذي كان بمنزلة صاحب الشرط لما يلي من أموره يعني من أمور النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط أو الشرط أو الشرطي من حيث معناها في اللغة والصلاح طبعا قيل إنها من الشرط وهو العلامة ومنه أشراط الساعة أن تأتي مغتة فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. وقيل أيضا بأنها من الشرط هو القوي من الجنود الأشداء الأقوياء من الجنود هم اللي يطلق عليهم شرطة وليس كل جند شرطي في اللغة يعني بينما إذا كان قويا أو إذا كان من كبارهم يطلق عليه شرطي. وقيل أيضا أن الشرطة من كل شيء خياره الشرطة من كل شيء خياره ومنهم الشرط لأنهم قال نخبة الجند لأنهم نخبة الجند. وقيل لنا أن لهم علامات يرون بها قد يكون لباسهم قد يكون هيئتهم قد يكون مراتبهم إلى آخره. المقصود أن الحاكم والقاضي أن يكون أعوانه ومن يعمل معه ووكلاءه أن يكونوا أمناء وأن يكونوا على ذات من المسؤولية وتحمل المسؤولية قوة وأمانة. أما عبارة كان يكون في قوله أن كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تكرار كان يكون يعني مزيد بيان أو ليفيد الاستمرار أحيانا. وفي بعض الروايات كان قيس بدون يقول لكن على كل حال هذا من أساليب اللغة العربية. نعم. الباب الثامن باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيراً لا يشغل. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان رواه الجماعة. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاقتسما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية رواه الجماعة. لكنه للخمسة إلا النسائي من رواية عبد الله بن الزبير لم يذكر فيه عن أبيه. وللبخاري في رواية قال خاصم الزبير رجلا وذكر نحوه
وزاد فيه: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون الآية. رواه أحمد كذلك. لكن قال عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا وذكره، جعله من مسنده. وزاد البخاري في رواية: قال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير. قال: باب النهي عن الحكم في حال الغضب إلا أن يكون يسيرا لا يشغل. معنى هذه من مسائل القضاء أيضا، وهو أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، لا يقضي وهو غضبان. إذا كان في حال نفسية ليس مستريحا، ولهذا الحق به العلماء ما يشابهها، إذا كان جوع شديد أو مريض أو مشغول عنده مشاكل بيتية، قد عنده ابنه مريض أو زوجته مريضة، بحيث أن تشغله ما يستطيع أن يعني يستوفي كلام الخصوم ويستوفي أن النظر في القضايا المعروضة أمامه، فإنه منهي عن أن يقضي. ولهذا الحديث الأول حديث أبي بكر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. طبعا هذا نهي، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم والقاضي أن يقضي وهو في حال غضب، لأن هذا يعني يجعله يعني لا يستوفي النظر في المسألة النظر الكامل، بحيث يأمن أن يوصل الحق إلى صاحبه ويمنع غير صاحب الحق من أن يأخذ غير حقه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عن الغضب. العلماء ألحقوا به كل ما يعني يلتحق بذلك من المشوشات على النفس، إذا كانت تشوشا بالغا، وإلا الإنسان لا يخلو من هموم، الإنسان لا يخلو من هموم العارضة والتي لا تؤثر ولا تشوش على النظر والاستيفاء النظر في ما يعرض عليه. المقصود إذا كان غضبا شديدا، أو كان مرضا شديدا، أو كان فعلا حزن شديد، أو كان عنده مبتلى في ابتلاء شديدا في أهله أو في أولاده أو في ماله، قضية كبيرة، في هذه الحالة لا ينظر. أما الهموم العابرة هذه كل الناس لا يخلو من هموم ولا يخلو من إن المقصود الهم الذي أو الانشغال النفسي الذي يجعله لا يستوفي النظر في ما عرض عليه. ولهذا قال العد عليه مثلا الجوع والمرض والعطش الشديد وغلبة النوم إذا كان مرهق ونحو ذلك، حتى لا يعني يحيف في حقه أو يغيب عنه أشياء تتعلق بالقضية تؤثر في الحكم. فقال: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. والحديث الثاني حديث الزبير مقابله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان، ويقول أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، بمعنى هم الزبير له مزرعة والأنصاري له مزرعة، وهما متجاوران، والماء يسقيهم جميعا، لكن الزبير الماء يصل إليه قبل الأنصاري، فذهب الأنصاري يشكو الزبير
يقول إنه يحبس الماء عني، إنه يجعل يأخذ الماء ويستولي عليه ولا يصلني إلا قليل أو لا يصلني شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه الزبير توجيها فقال اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. طبعا هذا نوع من لما قال أنه لم يكن حكما من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان صلحا، لأن الفرق بين الحكم والصلح، الصلح يكون فيه تنازلات والقاضي أحيانا يصلح بين الخصوم بحيث يتراضون فيما بينهم من القضية، أما الحكم لا، الحكم بت يقطع قطع، هذا لك وهذا ليس لك. فالمرة الأولى قال العلماء أنه النبي صحابه أن يصلح، يعني بمعنى بطريقة أو طريقة مصالحة، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. طبعا هو قال أن رجل من أنصاري خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في شراج الحرة، الشراج اللي هي أحواض الماء، الشراج اللي هي الأشياء التي تحبس الماء عند المزارع الأول ثم ينتقل للمزارع الثاني. كان تعرف حينما الإنسان يسقي زرعه غالبا يكون فيه محجر حتى الماء يبقى في الحوض قليلا حتى يرتوي النبات، فالشراج هي هذه الجزء الترابي اللي يرتفع في الحوض، سواء حوض النخلة أو حوض البرسيم أو حوض سواء حوضا كبيرا أو صغيرا، فالمحددات للحوض هذه الشراج. ففي شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فاب عليه، يعني قال الأنصاري قال للزبير أرسل الماء لي حتى يعني أسقي كما تسقي، فأبى الزبير فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني باعتبار أنه هو 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 الماء يمر عليه أولا اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني كان الزبير ابن عمته صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمته فأظن أم صفية بنت عبد المطلب هي أم الزبير، وصفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري قال هذه الكلمة طبعا كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيف، يتهمه بالحيف، فقال حكمت له حكما كأنه جائر، يعني أن كان ابن عمتك. فتلون وجه هذا الشاهد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب، يعني كان لا تأمنه وهو أمين السماء، ولا يمكن أنه يحيف عليه الصلاة والسلام. فقال الزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع هذا حكم ليس صلحا، يعني بمعنى حكم أنه يعني يأخذ حقه كاملا. في الأولى لا، كان رسول متسامح، وتسامح بمعنى أنه، لكن لما أصر عليه الرسول انتقل من الصلح إلى الحكم، فقال حقك يا الزبير إليه أن يصل الماء إلى الجدر، بينما أول كان أقل اسقي يا زبير حتى الجدر. قال الناس والأنصار والناس أن حسبوه فوجدوه إلى حد الكعب، كعب الرجل تقريبا يرتفع يمكن شبر أو أقل من شبر ارتفع الماء. فقال للزبير اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا فيه أو في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في الجدر. هذه الآية عجيبة يا إخواني، الآية عجيبة، وتكلم عليها الشيخ ابن سعدي كلاما دقيقا جميلا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاث أمور لابد أن 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 يعني أن تكون في عقيدة المسلم حتى يتم إيمانه. أولا الله عز وجل أقسم
فلا وربك، وهذه من أعظم التأكيدات، حتى فلا وربك لا يؤمنون، وهذا من أعظم يعني من أعظم يعني أركان الإيمان، الإيمان بحكم الله عز وجل والتحاكم إلى 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 شرعه، هم اللي يحكم أجرهم الكافرون. فالحكم ما أنزل الله هو من أعظم أركان الإيمان. ولهذا يعني يوسف عليه السلام قال إن الحكم إلا لله أمرنا ألا تعبدوا إلا إياه، ففرقنا بين العبادة والحكم. فقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالثة ويسلم تسليما. رحمك الله الزبير الشيخ السعدي يقول هذه الآية فيها أركان الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام في قوله حتى يحكموك، فمن لم يحكم هذا كافر لا شك طبعا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، هذا إيمان. حتى قد تتحكم الشرع والحمد لله مسلم، لكن لا بد أن حتى داخليا أيضا تسلم. يعني في يعني شوف التدرج، يحكموك لا يجدوا حرجا يسلم، لا يجدوا حرجا، قال هذه مرتبة الإيمان، ويسلم تسليما مرتبة الإحسان. وبالفعل يعني عجيب هذا التدرج، التدرج الإيماني والتدرج العقدي في 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 في, في الموقف من حكم الله عز وجل أو التحاكم إلى إلى إلى, إلى شرعه. أولا لابد من التحاكم، والشيء الثاني لا تجد حرجا، والشيء الثالث تسلم تسليما. وإن كان طبعا وهذا ذكر هذا ابن عاشور جيد، يعني قال هذا تقريبا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الرسول لا شك طبعا، لأن حكم الرسول قطعي، الرسول حكمه قطعي والوحي يسدده، لكن حكم غيره من العلماء والقضاة لا شك أنه حكم شرع، لكنه لا يلزم أن نسلم به كما نسلم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أنه لأنه مجتهد ويخطئ ويصيب، لكن لا بد التسليم بحكمه طبعا ويؤخذ به لا شك طبعا، لكن ليس الموقف كحكم كالموقف من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية الأخرى فاستوعن، وللبخاري في رواية قال خاصة الزبير رجلا وذكر أحمد، وزاد فيه فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. في المرة الثانية لما قال إلى الجدر قال أعطاه حقه كامل، بينما في الأولى لا صلح، وقد لا يكون سوف حقه، إنما إذا تصالحوا فالأمر إليهم. لكن لما أصر الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك أعطاه حقه كاملا وبعده يأخذ المصاري حقه، قال فاستوعى بمعنى استوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي في سعة له الأنصاري اللي هو قال أسقي يا زبير، قبل ذلك أشار برأي اللي هو صلح مصالح، أشار على الزبير برأي فيه سعة له الأنصاري. فلما أحفظ يعني أغضب، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير، لما أغضبه قال أنا كان رسول الله كان أنا في الأول يعني أعطيتك حقك يعني بل أكثر حقك، لكن لما صريت نعطي الزبير حقه كاملا ويأتيك حقه. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، يعني بمعنى صريح الحكم الجازم وليس الصلح. قال عروة قال زبير فوالله ما حسب إلى آخره،
وزال البخاري بإزق يا زبير ثم محبس الماء حتى فكان ذلك إلى الكعبين، يعني مقداره إلى كعب الرجل. وفي الخبر من الفقه جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير. في الأولى كان في نوع من الشفاعة حينما الرسول في قاسق يا زبير ما دام المسه فحقه كان فينا شفاعة. وأيضا الأنصاري لما غلط لأنه أحيانا قد تؤدي للكفر نسأل الله السلامة، لكن لا يقصد الأنصاري حينما تتهم النبي بالحيف قد تؤدي للكفر، ويساق التعزير فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزره. وقال وفيه جواز الشفاعة للخصم والعفو يعني التعزير. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.